انا عايزه رساله للمراقب بتاعك. هويها شويه وطريها عشان نعرف نغش ونجيب مجموع. ما بتغش يعني؟ ايه؟ لو في غش اصلا مش بيبقى في غش اصلا. ما المذاكره اسهل. ايه؟ ما المذاكرة برضو مش فاهمة حاجة، الدنيا بايظة خالص. انا حمير هنا شايف. لا هو صدام، عايزين بس رسالة لصدام واحد. صدام قول له عايزين نقول له ايه يا صدام؟ خلي اوبن بوك، خفف اللجنة شوية، مش تتجلها، خففها شوية، خليها طرية شوية، مش تشد. اصل دي سنة لاجل، مش سنة، مش تالتة ثانوي. خليها شوية تهدى، اصل مش في حد فاهم حاجة، كله دي في البلاطة، كله بياكل فطير بسكر، مش في حد فاهم حاجة في الدروس. لا ايه، خلاها شوية سن، خلاها هادية شوية وطريها كده. هو لو خايف على عيالي يغششني. بس افتكر الرسالة كده وصلت، المسج وصل. يا ربنا يخليه عياله يقعد كده ويمشي، يمشي اصلا مش يدخل. ما تذاكر اصلا. تذاكر؟ ده اسم غريب قوي. ذاكر ده جوره، مش هنذاكر احنا، نذاكر ده جوره. ما سمعك يا جوره، سيبنا الغش. ما هو هيسيبنا الغش برضو كده عشان ما المذاكره اسهل. يعني ما خلينا نغش برضو عادي، بنذاكر ليه؟ امال انت بتتعلم ليه؟ ما احنا بنتعلم عشان نذاكر. بتتعلم عشان تذاكر؟ بنذاكر الحمد لله. طيب عايز تغش ليه؟ اي معلومه تساعدنا برضو في الامتحان. مش شده علينا، خليها كده على الهادي كده، نعرف نحل. يعني غششك يعني؟ ايوه. ايه مشكلتك في الشد؟ مش مشكله، هم خلوه بس يعني ايه، مش يسحبوا الورق ويدنهم علينا كده من اول دقيقه، يشدوه علينا كده. المفروض ان انا في ثالثه ثانوي، يعني مش عايز اصلا ابقى معايا مراقب خالص. ليه بقى مش عايز مراقب؟ انا مش عايز مراقب عشان بس المشاكل والحاجات دي. يعني ايه اللي هم المفروض مش هيعرفوا يحلوا؟ انت مالك؟ ايه يعني ايه؟ طب ما هم اللي مش عارفوا يحلوا هيعملوا مشاكل، فاحنا كده مش هنعرف نحل. ماله يعني الكسب؟ ماله، انا عايز انام. وانا مالي؟ ما انا عايز انام، مش عايز امتحانات. ما هو لازم توجه له رساله دلوقتي. يطريها. والله. طب ما تذاكر انت. لا نذاكر ليه؟ ماما اصلا في الامتحان الترم الاول هيساوي اللي مش بيذاكر باللي بيذاكر، فمش لها لازمه. يعني مش ناوي تذاكر؟ لا اذاكر، بس اذاكر عشان اعرف اغش. خليه مثلا يحسوا باهلنا شويه، ويعني مش يوترونا في اللجنه، ويكونوا كويسين معانا مش اكتر. يعني هم اللي بيوتروا الطالب في كل الاوقات، بس ان هم يعني يخلوا بالهم من احنا طبعا بنتعب في المنشيه وكده. الواحد بينزل دروس من 8 الصبح وبيرجع، واحد مش حمل توتر طبعا، ندخل لجنه الواحد بيبقى تعبان اصلا، وتلاقي واحد بنت مثلا لو اتقفشت باي حاجه تلاقيهم شدوا اللجنه كلها. وحصل موقف مثلا السنه اللي فاتت كانوا بيعلقوا البنات الطرح، ويقلعوا البنات في الثانويه، بنات هنا كانوا بيعلقوا الطرح وتوتر للطالب. مش بيسيبنا نغش ليه؟ مش بيسيبنا نغش ليه؟ المفروض يسيبنا يغش. ربنا ياخدك بس كده، ربنا ياخدك عشان نعرف نغش. اعتبرنا عيالك، اعتبرنا بناتك، بالراحه شويه. طيب اعمل حاجه لسه. ما هو بيبقى شديد علينا اللجنه قوي، وبنتوتر بصراحه.